الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وقال في صفحة 229 في المجلد الثالث من المجموع: المذكور في كلام الله. طيب، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صاد 165 من المجلد 35 من مجموع الفتاوى، قال: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر، قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية. هي كفر، قال: قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة. يعني الآن بعض الناس يكون حديث عهد بالإسلام ف أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، فهذا من موانع التكفير، هذا من موانع التكفير، وهكذا الربا وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: أو لنشوئه في بادية بعيدة، يعني كان بعيدا ولم يكن من أهل الحواضر حتى يسمع ويعي ويتفقه. قال: أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم. أحيانا بعض الناس مثلا هو يسمع القرآن الكريم برواية معينة كرواية حفص عن عاصم مثلا، فإذا سمع قارئا يقرأ بقراءة أخرى أنكر ذلك. هذا الإنكار مبناه على عدم علم، ولهذا كما جاء أن عمر سمع صحابيا يقرأ من سورة الفرقان فجبذه وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقوده، فقال النبي لعمر: اقرأ. قال: فقرأت. قال: هكذا أنزل علي. ثم قال للآخر: اقرأ. قال: فقرأت. فقال: هكذا أنزلت، أو بهذا المعنى. عمر أنكر شيئا من القرآن، لكن لم ينكر وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي أقرأه، لأنه ربما يكون هذا الذي قرأ أخطأ، فمثل هذا لا يقال هذا كافر. لهذا بعض الناس يسارع ويتجاسر في التكفير في أمور هي في الحقيقة ليست من المكفرات.
قال رحمه الله: قال ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. الآن من الناس من يسمع حديثا يقول لا هذا ما هو حديث وهو لا يعلم، لكن من الناس من يعلم أن النبي قال يقول لا أنا لا أقبله، هذا كفر. يعني من رد حديثا يعتقد أنه قاله رسول الله وأنه صحيح هذا كافر، لكن شخص هو ما يعلم أنكر يقول لا هذا ما قاله النبي وأنا ما سمعت به. بعض الناس يقول أنا ما سمعت به، ما سمع كل السنة ولا يعني شطر السنة ولا عشر السنة، لكن هكذا. فمثل هذا لا يستعجل في تكفيره، لكن من علم يقول نعم قاله النبي لكن أنا لا أقبله، هذه ردة، لأنه رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم هكذا، هو أصلا في رأس أشياء وقواعد يمشي عليها ما عنده استسلام. أنا أذكر مرة هنا كان رجل يحضر معنا، فما أدري قرأنا أو قرأ بعض الإخوة حديثا أن النبي بال قائما، الشخص يصح من هناك لا تكذب على النبي، حاشا وكلا، هذا ما لا يمكن أن يفعله، أن بعض الناس أعتقد أن البول في حال القيام ردة، صلى الله عليه وسلم والعافية، فهو من باب التنزيه ويقول لا هذا لا يمكن أن يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا صحيح. قال رحمه الله إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه هذا من موانع التكفير، فعندنا عدم العلم والخطأ والنسيان، انغلاق الفكر والعقل، فقال كلمة بسبب الفرح وشدة الفرح، كما قال ذلكم الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. طيب بعض الناس يقول أنا أعرض الأحاديث على عقلي، فإن وافقه عقلي قبلته، ويرد الأحاديث والميزان. ما هو المصطلح القواعد التي وضعت في مصطلح الحديث؟ لكن عنده العقل قل هات الحديث، فإذا جاء بالحديث قل لا عقلي ما قبله، هل يكفر هذا أو مثل هذا لا يكفر؟ يعني مثل هذا أقيمت عليه الحجة وهو متبع لهواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هذا أقيمت عليه الحجة صاحب هوى، لكن المشكلة بعض الناس هو لا يعتقد أن النبي قالها، هو يعتقد أن هذا مما كذب عليه، مما كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه، لكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا، هذا وإن كان جاهلا. الآن لا يكفر المعين وحتى غير المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. نعم، فمن الناس من يكون جاهلا أو في مكان ما، أو يكون حديث عهد بإسلام وأتى بمكفر، هل يكفر؟ لا. قال رحمه الله تعالى: ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. يعني الآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الذي كفره الله يكفر، الذي فسقه الله يفسق، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا بعض الناس قد يقع في فسق، فبعضهم يتجاسر يقول كافر، لا هذا ليس إليك، كما مر معنا التكفير من الأحكام الشرعية، فلا يكفر إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو علمه على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه بلية. بعض الناس يقول الآية أو الحديث إذا خالف المذهب فهو منسوخ ومؤول، يعني جعل المذهب هو الأساس هو المشرع، وجعل الأدلة هي المذهب. لا، هذا على خطر كبير جدا. قال: وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى، وقد ذم الله هذه الطريقة في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب
يرى العجب العجاب ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤاله الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤلا. يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الشيخ فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 1404 بقلم مؤلفه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله خاتمة: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، يعني كالمتفقين في اسم أو كنية أو نحو ذلك. قال: وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. قال: والطبقة، يعني هذه الفائدة، الآن عندك مثلا محمد بن عبد الله، نعم، تعرف في أي طبقة من طبقات السند، لأنه قد يأتي مشابه له فيكون عندك تداخل واختلاط. قال: والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في الطبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في الطبقة من بعدهم، يعني التقارب في السن ولقاء المشايخ، قال هذه طبقة، فإذا تقارب السن ولقاء المشايخ فيقال هذه طبقة. قال: فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك، الطبقات لابن سعد. إذن الآن منهم من جعل الصحابة طبقة واحدة، وهو من؟ ابن حبان.
منهم من جعل الصحابة طبقات باعتبار السبق إلى الإسلام، أو شهود بدر مثلا، أو بايع تحت الشجرة فجعلهم طبقات، جعلهم طبقات كالعشرة المبشرين بالجنة وهكذا. قال: وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة، فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا. ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. إذن الطبقات، وأنت إذا فتحت التقريب قل لك من الطبقة الثالثة، من الطبقة الرابعة، من الطبقة الخامسة، له اصطلاح يخصه. ومن قرأ كتابا في الطبقات فلا بد وأن يقرأ المقدمة التي كتبها صاحب الكتاب. طيب إلى